الذئاب من الحيوانات المفترسة المعروفة. هذه المخلوقات الذكية والماكرة قد غرست الخوف في البشر. يمكنها أن ترعبنا حتى من خلال الشاشة. الذئاب المخيفة على الطرق الليلية ومطاردة ضابط شرطة المرور. في هذه الحلقة سأريكم هذه اللحظات وغيرها من لحظات الذئب المخيفة والتي يجب ألا تشاهدها بمفردك. أنا أنصح بذلك بحق. دب أم. تجري الأحداث في شمال ساسكاتشوان كندا. أولاً في الفيديو نبح الكلب بصوت عال على مخلوق ضخم يتربص بين الأشجار. من بعيد بدا وكأنه دب. فجأة نهض المخلوق من الأرض وتوجه مباشرة نحو الكلب. لم يكن دباً، لقد كان ذئباً بحجم مذهل. ابتعد الكلب والذئب عن بعضهما لفترة من الوقت، لكن في نهاية الفيديو بإمكانك سماع صرير الكلب. أأمل أن الذئب لم يؤذه كثيراً. رفيق الليل. طريق ليل شتوي. كشفت المصابيح الأمامية عن ظل على جانب الطريق. سائق السيارة توقف وأخرج كاميرته. في غضون لحظات قليلة أدرك السائق أنه ليس مجرد حيوان عادي، لقد كان أكبر ذئب رآه في حياته. قطع وحش الغابة الطريق على مهل، لكنه لم يرفع عينيه عن السيارة. لم يكن السائق يحملق في الذئب بلا سبب. كان من الممكن أن تكمن حيوانات مفترسة أخرى في مكان قريب. بشكل عام، إن البقاء لوقت متأخر في الطريق ليس بفكرة جيدة. أنصحك ألا تفعل ذلك. معظم الذئاب متوسطة أو كبيرة، لكن ذئاب التندرا الرمادية وألاسكا هي الأكبر. يبلغ طول جسم الذئب الرمادي 160 سنتيمتراً، ارتفاعه 90 سنتيمتراً. يمكن للأفراد أن تزن 80 أو حتى 100 كيلوغرام. يمكنه أن يتكيف مع أي منظر طبيعي تقريباً. في هذا الفيديو يمكنك أن ترى كيف خرج الوحش على الطريق الثلجي ووقف أمام السيارة. كان الناس يخافون من الحيوانات المفترسة رغم أنهم كانوا محميون في السيارة، لكنك لا تعرف ما يدور في ذهن الحيوان. لقد حاولوا تخويف المفترس بالصفارات والأضواء، لكن ذلك لم ينجح. على العكس، بدا الأمر وكأنه يريد الاقتراب أكثر من السيارة. رفاق العويل. إنه لأمر جيد أنه يمكنك التصوير بنقرتين تقريباً، لأنه من كان ليصدق أن رجلين كنديين انتهى بهما الأمر بالقرب من ذئب وحيد. خرج هذا الحيوان من الغابة وكان يبحث عن رفاقه. أعطى الذئب عواءً طويلاً. استجاب الرجال بشكل مدهش وقرروا مساعدة الذئب، لكن الذئب لم يكن مرتبكاً حتى أنه اقترب من فحص عشائه المحتمل. لاحظ أن الذئب لم يشعر بالخوف أو العدوان. أتساءل كيف شعر هؤلاء الرجال. هذا ليس مهماً، لأن القطيع أعطى الذئب نداءه وتوجه المفترس نحوهم. على الرغم من أنه كان واضحاً أن الذئب لم يول اهتماماً للناس ولا ينوي الهجوم، إلا أنه حيوان مفترس ووجوده على هذه المسافة الصغيرة أمر مخيف. كان الرجال محظوظين لأن خصمهم كان لديه أموراً أخرى ليهتم بها. بالمناسبة، العواء هو أهم شكل للتواصل الاجتماعي للذئاب. يستخدم الذئب العواء لعدة أغراض. يدعم تماسك القطيع وينسق إجراءاتها، وهذا أكثر صلة بالقائد. كما يرسل الذئب عن طريق العواء رسائل حول الفريسة المكتشفة أو الخطر. العواء الجماعي هو إشارة إلى أن المنطقة محتلة. يعتقد الكثير من الناس أن عواء الذئب يرتبط بطريقة ما بالقمر. نعم، تعوي الذئاب في الغالب في الليل، لكن فقط لأن لديها حياة نشطة في الظلام، ويرفعون رؤوسهم لأعلى لأن الصوت ينتشر بشكل أفضل بهذه الطريقة. السباق مع الذئب. المكان هو شمال أونتاريو. ليس من الواضح من التقى في هذه الحالة، لأن الذئب لا يهاجم أو يطارد أي شخص. على العكس، فإن الأخيرة يقوم بها الرجل الذي يقود عربة الثلج. يهرب ذئب يائساً على بحيرة متشمدة. من المحتمل أن ضوضاء السيارة تخيف المفترس. يبدأ في الجري بشكل يائس. في مرحلة ما، لم يتبقى سوى بضعة سنتيمترات حتى ينتهي الأمر بالذئب تحت عربة الثلج. لكنه يتحول بمهارة إلى اليمين. أخيراً تخلى الرجل عن فكرته. نأمل ألا يتتبع هذا الذئب الرجل ويعود للانتقام. بشكل عام، الذئب حيوان قوي جسدي ورشيق.
بالنسبة لجري الذئاب فإنها عادة قد تصل لسرعة 60 كيلومترا بالساعة. أثناء الليل يغطي الذئب أحيانا مسافة تصل إلى 80 كيلومترا، ويمكن أن يقفز مسافة من 4 إلى 5 أمتار. مستذئبون؟ هل المستذئبون موجودون؟ ماذا يمكن أن نسمي هذه المخلوقات التي تسير على طريق في شمال غرب كندا؟ كانت إحدى سكان هذه المنطقة في طريقها للعمل. بداية لم تدرك ما الذي يمكن أن يركض بهذه السرعة على طريق مهجور. لثانية اعتقدت أنه كان دب، لكنها أدركت على الفور أنه في هذا الوقت من العام لا يمكن أن يكون هناك دببة هنا. عندما اقتربت المرأة من العداء أصابها خوف شديد. كان ذئب أسود ضخم يندفع على الطريق، أو بالأحرى ذئبان أسودان. كان أحدهما متقدماً بعدة أمتار عن الثاني. انظر إلى مدى ضخامة هذا المفترس. بدا للمرأة أن هذين المستذئبين ركضا بسرعة حوالي من 40 إلى 50 كيلومتر في الساعة. ذئاب ضد شرطة المرور. والآن دعنا ننتقل إلى روسيا. التقطت كاميرا مراقبة قبل بضع سنوات حادثة غير عادية ومخيفة. يمكنك مشاهدة ضابط شرطة في اللقطات وهو يوقف سيارة لتفتيشها، لكن السائق والمفتش لم يكن لديهما الوقت الكافي للتحدث، لأن مجموعة كاملة من الذئاب ظهرت فجأة واندفعت مباشرة نحو ضابط الشرطة. عندما لاحظ الضابط ذلك قفز إلى السيارة. لقد كانت ذئابا وليس كما اعتقد مجموعة من الكلاب الضالة. لم يبقى ضابط الشرطة في السيارة طويلا، سرعان ما كان في طريقه إلى سيارة فرقته. اصطياد الصياد. أثناء صيد ديك رومي بري كاد الرجل أن يصبح فريسة. كان خائفا لأن شخصية ضخمة ظهرت على بعد أمتار قليلة. يبدأ كل شيء مع قيام الصياد بتصوير شيء غير معروف وهو يتجول بالقرب من الأشجار أمامه. يشرع الرجل في تقليد أصوات الديك الرومي لإغراء المخلوق عن قرب والتعرف عليه. إنه ذئب. لسوء الحظ بسبب الضوء القوي يصعب علينا رؤيته، لكن لحسن حظ صائد الديك الرومي لم يره الذئب. يبدو أنه هرب خلف فريسة أخرى. ماذا يمكن أن يحدث لو لم يشم الذئب شيئا آخر؟ من الأفضل عدم التفكير في الأمر. مطاردة. في جمهورية كومي الروسية تم تصوير اثنين من الحيوانات المفترسة بكاميرا مراقبة. يظهر كلب صغير يركض بأسرع ما يمكن نحو المنزل. لحسن حظه يختبئ بالداخل لأن ذئبين كبيرين يتتبعانه. بعد أن أدركا أنهما سمحا للكلب بالهرب استدارا وهربا على الفور. نأمل ألا يكون هناك أحد في طريقهما. الغباء والشجاعة. بطل هذا الفيديو اسمه جاستن. جاء إلى المنطقة للذهاب للصيد، لكنه سمع صوت عواء على الجبل. كان خائفاً حقاً، لأنه في حالة الخطر لم يكن لديه حتى سلاح للرد. ومع ذلك قرر جاستن جذب انتباه الحيوانات. ربما أراد رؤية هذه الحيوانات عن قرب. لقد أصدر صوتاً خاصاً. في غضون دقيقتين يمكن رؤية أعضاء مجموعة بالفعل في أسفل التل. لم تستطع الحيوانات المفترسة ترك هذا الصوت. يحدق ذئبان جائعان باهتمام في الاتجاه الذي يأتي منه الصوت لفترة أطول، لكنهما قررا الالتفاف والمغادرة. الرجل الشجاع. رجل جريء عندما رأى الذئب نزل من السيارة وبدأ محادثة معه، ثم فتح الصندوق وبدأ بالبحث عن الطعام. لاحظ أنه في هذا الوقت كان الذئب خلفه. هذا يبدو مخيفاً، لكن الرجل لم يهتم. لقد أراد فقط إطعام الوحش. أعطاه قطعة من شحم الخنزير. ابتلع الذئب الطعام بسرعة وبدأ في التصرف بشجاعة. أظن أن الرجل قد تحدث مع الذئب بما يكفي. لقاء غريب. على أحد طرق روسيا لاحظ الناس وجود ذئب يجري. بعد التباطؤ ومتابعة أفعاله تفاجأ الناس أكثر. كان قطيعه بجانب الطريق. كيف يمكن للذئب الاستغناء عن زملائه؟ ركضت الحيوانات المفترسة عبر الثلج بين الأشجار واختفت جميعا في الغابة. سيتذكر الناس هذا اللقاء لفترة طويلة. هذا كل شيء. أخبرني في التعليقات أي لحظة ذئب أخافتك أكثر. شكرا للمشاهدة وأراكم لاحقاً.